منافسات الجولة 19 من دوري كأس أمير محمد بن سلمان بأربع مباريات الرائد يواجه الاتفاق الحزم يواجه الشباب الفيصل يستضيف دمك والأهلي يقابل التعاون حسين الطائي وقراءة في هذه المباريات ها هي عجلة الدوري تعود والبداية مع ثامن الترتيب الرائد حيث يستقبل الاتفاق العاشر بعد تعادلهما في الذهاب بهدفين لكل منهما وفي مواجهة المنتظرة حيث دعم أبناء القصيم الفريق بعدة تغييرات بداية من المدرب البرتغالي جو بيدرو وبعد خسارتين نقاط الاتحاد والحزم وإقالة الإسباني بابلو ماشين وفي ظل صعوبة الحصول على الكفاءة المالية لتدعيم الفريق يعتمد كثير الرائد على كريم البرقاوي وادير لوبيز ومحمد فوزير ورائد الغامدي اما على الجانب المقابل فالاتفاق من انتعش بعده صفقات جديده غيرت من شكل الفريق بدايه من النجم الالماني امين يونس ويوسف نياكاتي وتم الاستغناء عن وليد ازارو ودي سوزا فيما يحتل فارس الدهناء المركز العاشر برصيد 19 نقطه ومتعرضين لسبع خسارات وبنفس الرصيد بالتعادلات متذيل الترتيب يعيش اياما صعبه رغم ذلك كان من اكثر الانديه نشاطا في الشتويه حيث وقع مع ثناء المغرب نوفل وعبد الاله والنيجيري إزيكيل والصربي لوكا وصالح الحارثي وحبيب الوطيان الحزماويه ما ذاقوا طعم الانتصار الا في ثلاث مناسبات هذا الموسم وباضعف خط هجوم اما الضيف الشبابي ثالث الترتيب يدخل برغبه قويه لكسر التعادلات الثلاثه وباعلى معدل هجومي مناصفه مع الاتحاد مستقطبا الارجنتيني لويز فيتو من الهلال والبرازيلي إيغايا سانتوس والكاميروني جوي ماري دون أي غيابات يبدأ شاموسك اللقاء ودون شك رمانة الميزان بانيغا سيكون في الانتظار لحصد النقاط بذكريات مواجهة الذهاب التي انتهت بثنائية لإيغالو المنتقل حديثا للهلال اللقاء الثالث سيجمع الفيصل الخامس عشر وضمك الخامس بعد لقاء الذهاب الذي انتهى بهدفين للأشياء ضمك البداية مع المستضيف حيث تعاقد مع ثناء البرازيلي روسي وفييرا والمهاجم الاسترالي مارتن بويول وتم الاستغناء عن رافيل سيلفا والفرنسي رومان فيما سيكون الاعتماد على هداف الفريق تافاريس بحصد النقاط خاصة أن عناب لم يحقق الانتصار منذ سبع مباريات على النقيض تماما ضمك من يقدم موسما لا ينسى حين ينافس على المراكز المتقدمة مع الاندية المخضرمة في نيل اللقب حيث تم تعزيز الفريق بجوزي انطونيو واعادة تسجيل الكرواتي اناتونيش ودون شك سلاح الفريق يتمثل بزلايا الهداف أخيرا وليس آخرا الأهلي من يعيش أوقاتا صعبة بمركز تاسع وبست خسارات وبوداع ثنائي في غاية الأهمية أولا الحرس محمد العويس وثانيا معتز هساوي وتعاقد مع أيمن يحيى والمجرن وفرانكوم ومجرشي والبرازيل المخضرم إدواردو وودع أسماء أخرى بين إعارة وإنهاء للتعاقد خاصة أن الأهلي ما ذاق طعم الانتصار إلا مرة واحدة في آخر سبع مباريات يقابل التعاون من يسعى كذلك لمصالح الجماهير بعد آخر خسارتين من الهلال والنصار حيث وقعت الإدارة مع الكونغولي كريستيان والإسباني الفارو والمصري مصطفى فتحي والهولندي أشرف أملا بتغيير الوضع الحالي فمن سينتصر رغم ذكريات الذهاب التي انتهت بهدف لكل منهما حسن الطائي صدى الملعب